جاءني مهرب إلى الحقل حيث كنا نعمل أنا وصديقي. أخبرنا أن بإمكانه أخذنا إلى المملكة العربية السعودية للعمل هناك. عندها سنصبح قادرين على بناء أفخم البيوت لأسرنا خلال عام واحد. في اليمن أخذنا المهربون بالقوة إلى محتجز. اعتاد المهربون تعليقنا من ساق واحدة وتناوبوا على ضربنا. حتى النساء والفتيات تعرضن للضرب، بل وتعرضت إحدى الفتيات للانتهاك من قبل 7 أشخاص.